أعلن أكثر من 70 حزبا تأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ودعت الأحزاب إلى الاصطفاف الوطني في يوم الاقتراع لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية للجمهورية الجديدة. أكثر من 70 حزبا سياسيا جمعهم مركز الأزهر للمؤتمرات ليعلنوا تأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. مؤتمر جماهيري حاشد دعا إليه حزب إرادة جيل وحضره سياسيون ونواب ومثقفون وإعلاميون. جينا النهارده نجتمع على كلمة واحدة بتنسيق شباب الأحزاب بالإعلاميين، بدور الإعلاميين المهم في توصيل المعلومة الصحيحة للناس. جينا النهارده نقول احنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي احنا بنحبه وبنقدره، وبنقول له يا ريس الاحزاب السياسيه المصريه بشبابها بنوابها بسيداتها الافاضل بكل طوائفها معاك. نصف عدد القوى السياسيه في مصر تجتمع الان لاجل ان تساند وتؤيد وتبارك ترشح السيد المرشح عبد الفتاح السيسي. تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزب بقيادة النائب تيسير مطر أمين عام التحالف و42 حزب من ضمنهم حزب الشعب الديمقراطي يقولون للسيد الرئيس سر على بركة الله. تحالف الأحزاب السياسية أرجع دعمه للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي نظرا لمسيرة الإنجازات الضخمة التي طلت جميع قطاعات الدولة في ملفات البنية التحتية والإسكان وبرامج الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة ومشروعات حياة كريمة. الرئيس عمل إنجازات كتير جدا، وإحنا جايين بنقول له كلنا معاك وكلنا بندعمك يا رئيس، ومعاك في أي قرار تتخذه لحماية الأمن الوطني للبلاد. ونأيد سيادة الرئيس ونقول له إحنا معاك، بصماتك في الاجتياحات لغزة بصماتك واضحة، خليت مصر هي اللي في الصورة. قوة الدبلوماسية المصرية وموقفها في التعامل مع القضايا الدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية نالت إشادة كبيرة من الوسط السياسي، والذي يرى أن مصر بقيادة الرئيس السيسي نجح في الحفاظ على الأمن القومي فضلا عن إفشال مخطط تصفية القضية الفلسطينية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني هو يعني يستحق كل تأييد من كل أبناء الشعب المصري، ليس الإنجازات الداخلية التي نحن نلمسها والشعب المصري يعيش فيها وبينها، ولكن لموقفه الصلب والقوي والواضح والحاسم لكشف المخطط لصهيونية أمريكا غربي الذي كان يستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب سيناء المصرية. الأمن القومي هو أنا من جاي النهاردة مش عشان خاطر الرئيس، أنا عشان خاطر أمننا وعشان خاطر مصر بنقول له نعم للرئيس كمل وإحنا معاه. هذا وقد دعا حزب إرادة جيل الشعب المصري للاصطفاف الوطني في يوم الاقتراع لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية للجمهورية الجديدة. محمد الخطيب، التلفزيون المصري.